لوحة الذهب. بناء على لوحة الذهب اللي هتظهر لك دلوقتي دي سعر الدولار الآن بناء على مش من عنده مش الحاجات دي. الدولار 42 جنيه 43 قرش ده قبل التعويم اهو. ده احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الناس بقى كل الشكر والتقدير لحضرتك والله. الناس بقى هتروح والسيسي مقدم نفسه على ايده المنقذ ويلا روح ننتخبه. طب ايه برنامجه؟ مش مهم، مهمة قومية. تعالوا نقول لكم شوية معلومات عن اللي حصل على مدار الايام اللي فاتت وتقارير مهمة عن وضع اقتصاد المصري في عهد السيسي اللي رئيس مصر رايحة فيه في داهية اقتصاديا. يعني كل المواقع الاقتصادية اتكلمت وقالوا ان حالة الاقتصاد المصري زفت، واخرهم مودز اول امبارح اللي خفضت تصنيف مصر بسبب تدهور قدرتها او قدرتها على تحمل الديون والسندات تتراجع. قوم في نفس ذات اليوم تطلع الست مديرة الصندوق تقول ان اللي جاي صعب وان السيسي رايح كده كده للتعويم، لكن بعد ما يكون خلص على احتياطي اطلع. هي المذيعة دي ذكاء صناعي ولا بجد؟ لا والله ده شبه الذكاء الصناعي بالظبط. يعني بص هات كده لطشة مذيعة تحس ان هو عروسة بلا روح جوه، بلا مفيش حاجة جوه يعني مفيش. بص بص لما تتكلم حتى اسمع الصوت العب ريح انت ريح الجهاز شوية بقيت في الجهاز. طب بص هي دي موديز بس اللي قالت كده ولا الست دي اللي قالت كده؟ تعالوا نشوف على مدار اقل من شهر المؤسسات الاقتصادية قالت ايه عن الاقتصاد المصري في الجراف ده. الاقتصاد يترنح في اقل من شهر مؤسسات تخفض تصنيف مصر. موديز قالت لك خفض التصنيف لتدهور قدرة البلد على تحمل الديون. ما فوتشي او فوتسي راسل دي قالت لك بورصة لندن ستدرج مصر الى قوام المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها. لا ده بورصة لندن عايز تردها اصلا. ادي جي بي مورجان قال لك وضع السندات المصرية المقدمة المقومة بالجنيه على قائمة المراجعة سلبي. ادي صندوق النقد قال لك نزيف الاحتياط المصري لن يتوقف الا بتخفيض قيمة الجنيه. ادي المونيتور قالت لك الاقتصاد المصري يعاني ويتأرجح بعد خفض تصنيف مودز. طب معلش 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 هو سؤال، لو اتكلمنا عن التحذيرات دي وخفض التصنيف ايه اللي ممكن يحصل معانا؟ يعني هيحصل ايه؟ ايه بقى موديز وجي بي مورجان والحاجات؟ تعال نشوف الجراف ده كده نقول لك ايه التأثيرات ده بقى. مؤشرات مستقبلية خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية خلال عام وبعد قرار ابقاء التصنيف تحت المراجعة. مؤشر تدهور القدرة على تحمل الديون لدى الحكومة. مؤشر لاستخدام لاستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة الدين الخارجي. انخفاض قيمة سنداتك السيادية المصرية المقاومة بالدولار. مؤشر لخفض وشيك للجنيه مقابل الدولار ورفع الأسعار. المصادر اللي جبنا منها موديز، الجزيرة، نت، صندوق النقد، مصادر متفرقة. وده اللي بيحصل فعلا. السندات المصرية هبطت اهو. ادي الشرق بلومبيرج بتقول لك السيادات المصريه تهبط متاثره بخفض التصنيف الائتماني. عايز حاجه كمان؟ تاخد حاجه كمان؟ خد. اللي حصل البنك المركزي، البنك المركزي يوجه البنوك بوقف استخدام بطاقات الخصم في الخارج اللي لسه اعلنت لك عنه البنك الاهلي بدا بيه. قال لهم ما تخلوش اي مصري عنده حسابات في بنوك مصريه يستخدم بطاقته بره مصر. اللي هو صاحبي بعت لي الرساله واللي هو جبنا لكم الخبر، بس بقى طلع هو البنك الاهلي المصري طلع ده كل البنوك. المركزي المصري يوجه البنوك كلها بوقف استخدام بطاقه الخصم في الخارج. القرار يتزامن مع البدء في خفض حدود السحب للبطاقات الائتمانيه خارج البلاد. يعني انت لو انت بره مصر مع السلامه، بطاقتك دي ما تشتغلش، ما تتعملش بقى بيها. ده غير الاسعار اللي بتوصل لارقام قياسيه زي بتقول رويترز، مش انا، رويترز بتقول التضخم في مصر سيرتفع الى مستوى قياسي جديد. سبتمبر ايه ده؟ كان الشهر اللي فات ده 37، يعني دلوقتي. هل الموضوع ده واقف على المؤسسات الدوليه؟ للاسف لا. وشفنا الصحافه الغربيه ازاي بتتكلم عن حال الاقتصاد المصري، فشفنا موقع المونيتور بيقول ان الاقتصاد المصري يترنح. رويتر مونيتور مونيتور خلاص يدي شد ده سبتمبر ده يترنح. وشفنا الايكونومست احد اهم الصحف الاقتصاديه في العالم بتقول لك ان الحكومه مش تقدر تدعم اكل المصريين.
دعم الخبز في مصر غير مستدام. الى اخره بقى شفنا حاجات بقى تاني. عشان كده الحقيقي بقى الرقم الشعب الحقيقي مش بتاع المليون توكيل المزورين دول. الشعب الحقيقي بيقول السيسي كفايه بجد كفايه وارحل. يعني انا هجيب لكم كم مواطن، مش عايز اعرض لكم الفيديوهات دي، اعرض كده بس، عرضناها كتير يا جماعه، اعرضها كفايه، اعرض طالما انت جايب انت لسه اللي جاي اسوأ، خصوصا بعد الانتخابات. ده مش كلام على فكره، ده كلام عمرو اديب اللي قالك تعويم الجنيه لوحده مش حل، لازم تعترفوا ان في مشكله. اسمع عمرو اديب من لندن بيقول ايه. عمرو اديب مره من لندن ومره من باريس. ايه يا عمرو، طب ما بتقعدش في القاهره ليه؟ بيزنس عندك، بيزنس في اوروبا يعني؟ اللي اداك ادانا يا عم، اللي اداك بالجزمه يدانا بالشراب يعني، عادي يعني. حتى حسام بدراوي بتاع الحوار الوطني قال لك لم يحدث في تاريخ مصر بأن تمر البلد بوضع اقتصادي بهذا السوء. اسمعوا. وسيسي عشان عارف ان الشعب جاب اخره ولسه هيطبق عليه كمان اجراءات اقتصاديه اصعب في الفتره الجايه وان الناس ممكن تنفجر في اي لحظه، طالع يستبق الاحداث دي ويتفقد المراكز المتحركه للسيطره على اي حاجه ممكن تحصل في الجمهوريه، وقال لك قادرون على مواجهه الازمات. اتفضل. عكس واضح وبين وعلني، هو عايز يهددكم بان هو مسيطر وعنده عربيات اي حاجه تحصل والحاجات دي، كل ده هجاص. السيسي نواها خلاص، رقبته او الكرسي. مركز الطوارئ اللي بيتصرف عليه ملايين ده مش بس عشان السيطره على الاحتجاجات، ده كان شاف الاسماعيليه وحريق الاسماعيليه، كان شاف حادث العريش اللي هي لحد دلوقتي ما قلناش ليه ايه الموضوع. يعني الحقيقه هو يعني هاكس. ارجعك مره تانية للمعلومه اللي جات لي امبارح وقلتها، معلومه جت عن انتشار مكثف لمدرعات امن استعداد لاي مظاهرات تحصل او احتجاجات، وقلت لكم امبارح انتوا تقدروا تشوفوا المعلومه دي تاكدوها او تنفوها. انا واحد بعتها لي او اتنين فانا قلتها لكم وبقولها لكم، انما ما تاكلش بالكلام ده. ساعة القضاء يضيق الفضاء. خلاص خلصت، خلينا نطلع فاصل ونكمل.